العرايس بدايته سنة 60 البداية الحقيقية، ولكن من قبل سنة 60 سنة 59 تحديدا ما كانش فيه حاجة اسمها فن عرايس في مصر غير الأشكال الفلكلورية التراثية البسيطة اللي زي خيال الظل وزي الأرجوز وزي الحكواتي وزي الأشكال البسيطة جدا. قبل كده المسرح ابتدى بعروض الماريونيت، واللي كان مثال ليها الليلة الكبيرة اللي هي العرايس اللي بتحرك بالخيوط. بعد كده بدأ يبقى فيه تطوير لعروض وتقنيات المسرح، فبقى عندنا عروض القفاز وعروض الماريونيت وعروض المسرح الأسود وعروض بشكل عام بيشمل تقنيات الحديثة اللي موجودة في العالم. كل فترة من الفترات بيبقى فيه تحديث وتطوير للعروض اللي موجودة في المسرح. مسرح الصاوي هو إيه؟ هو اجتهاد مهم جدا، يعني مهم، ولكن أنا رأيي الشخصي إن هو ما يعبرش بشكل حقيقي عن فن العرايس. مسرح العرايس يمكن ما يميز فن العرايس ومسرح العرايس عن المسرح البشري هو مسرح خيالي فانتازي، المفروض ان هو ما بيتعاملش مع واقعية الأشياء، فده بيعتمد على الإبهار وبيعتمد على حالة خيالية فنية. لو تلاحظي ان كل طفل بيبقى عنده، لو عنده دمية في البيت، عنده عروسة، عنده دبدوب، عنده حاجة، لما بيروح البيت بيتعامل معها على ان هو المدرس اللي هو كان في الفصل او في المدرسه بتاعته، وبيحاول يعلمها ويحاول يكلمها ويحاول، لما بيلاقيها على خشبه المسرح هو بيحبها جدا وبيحاول ان هو يتعامل معها برضه ويبقى عنده شغف، خصوصا ان هي مجسمه بالنسبه له. مفيش طفل بيجي المسرح لوحده، يعني طفل بيجي بصحبه يا والده يا والدته يا اخته يا جده، بيعتبر ان هو واخده علشان يقدم له متعه ويقدم له ترفيه ويقدم له قيم من خلال هذا المسرح.